برضه من زمان. انا بروح الاشعار بس انا على التيك توك لقيت مثلا حد يعني انا ما كنتش اعرفها خالص، لقيت على التيك توك كل شويه بتنزل فيديو تمرين، بتاخد الفيديوهات بتاعتي بتعمل زيها وبتكتب تحتيها انا حلم حياتي ان انا اتمرن مع البيج ياسمين، انا امل حياتي اشوف البيج ياسمين في كل فيديوهاتها. فانا كنت بدخل اشجعها عن طريق الكومنتات، تمام. جيت بعد كده لما لقيت ان هي لا هي فعلا نفسها تشوفني وتتمرن معايا، اتصلت فيها بيع فعلا وتواصلت معاها وقلت لها تعالي همرنك. يعني وعامله تاتو زيي وكل حاجه. ورينا كده. طب السلسله، السلسله ايه الصدمه بتاعت يعني السلسله بقى، صدمه السلسله يعني دي مش بنت صدمه إيه؟ السلسله ها يعني دي مش بنتك، يعني دي بنتك ياسمين، خلاص بقى تعتبريها بنتك. خلاص انا اتبنتها بقى في التمرين خلاص، بنت البيج ياسمين. اتبنتها في التمرين. ايه رايك في الموضوع؟ لو اسد زي على التيشيرت والسلسله عليها سوري بتقلدني في كل حاجه. اسمك ايه؟ يسر. يسر. اسمك يسر؟ ايه الستايل ده؟ ده يعني انا من وانا صغيره كده. يعني انت شايفه البيج ياسمين قدوه ليكي، ولا انت اصلا من قبل ما تظهر البيج ياسمين انت برضه بتعملي نفس الكلام؟ يعني لا انا من قبل اي حاجه هو نفس الستايل ده، بنطلون وكوتشي اي وتشيرت نفس الستايل بتاع نفس الستايل بتاع الشعر وكل حاجه. كبري ده انت بتصوري في عرض ازياء حتى من اول ما كنت بلعب بوكسنج 2012. ياسمين على فكره اقسم بالله لسه عارف، شفت انا عمال اقول ده ولد ده ولد لا 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 ده ولد شيريه، عمال اقول شريف هو عمال يقول لي ايه بنت في بنت والله ما اعرف. نفس الدمبل نفس الدمبل ونفس ورينا انتوا الاثنين كده. بس الاسد لا بقى الاسد ده صعب، ده ثور ما عرفتش اعمل. ورينا انت حط كلمت بقى اتواصلت مع بيج ياسمين، كنت عايز اشوف فيها يعني قبليها وكده. ليه طيب؟ انا كان حلمي ان انا اتمرن معاها اصلا. ايه اللي كنت شايفاه فيها مختلف وايه اللي شدك ان انت تكلميها؟ لا كمان من قبل ما اقابلها ومن قبل ما اتعامل معاها كنت مصره ان انا اتمرن معاها واشوفها واقابلها وكل حاجه، وبعد ما قابلتها برضه وقفني مكمله. الحاجات اللي انت عملتها دي كلها بعد ما شفت البيج ياسمين فبتقلديها يعني؟ لا قبل ما اقابلها. قبل ما تقابلني يعني لما كانت بتشوفني على النت لسه قبل ما تقابلني؟ تبعيني كتير 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 والله، يبقى لك فانز خلاص. سبحان الله 99% من الفانز بتوعي اطفال. انا لسه بقى هعمل 99% من الفانز بتوعي اطفال. انت عندك كام سنه؟ ليه ما اعرفش. انت عندك 20 سنه؟ تهزري؟ مش كيدز يعني، مش كيدز، مش كيدز. انا بحسبها 12 سنه مثلا. لا يا جماعه الشك مش اتس دامت صح؟ بيج ياسمين عادي اتس دامت. بيج ياسمين صغيره، بيجايه صغننه، بيجايه صغيره. بيجايه صغيره. ايه اللي بيحصل؟ شوف ايه اللي بيحصل؟ بكره بقى بيج كبيره. بكره نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك تطلعي زي بيج ياسمين كده ولا؟ ده شرف ليا. انا شرف ان انا اطلع زي في توتر صح؟ ايه دي خالص هتتعود. ونفسي برضه اطلع مستر يعني ابقى في مسابقه اولمبيا، بس بعد طبعا ما يلغوا البكيني وكل الحاجات. انت مستنياني زي احنا كلنا من الواضح ان احنا كلنا في مصر مستنيينهم يلغوا فكره البكيني دي. يعني هي دي الحته اللي حتى والله لو متلغوا يعني والله يعني انا لما بشوف بصراحه انا لما شفت المستويات بتاعت مستر اولمبيا سيدات انا زعلت على نفسي. يعني لما دول بكميه الهرمونات دي كلها وعاملين الحجم ده وانا اللي ما خدتش اي حاجه في حياتي وعامله الحجم ده يبقى حرام عليا والله. بس هي حته البكيني انا ما ينفعش اقف بكيني، بس هي الفكره كلها في كده. شايفه لو شاركت ممكن تاخدي يعني اللقب البطوله؟ طبعا ده من غير هزار، مفيش واحده بتقف عامله الحجم العضلي ده مستحيل، لان انا شفت الاحجام بتاعتهم عامله ازاي. الفتره الجايه ياسمين هتعملي ايه؟